واجهت ربما اعظم تصعيد حصل من بدايه العدوان رغبه في التصعيد واختبار للنوايا هذا ما يمكن ان يقتصر عليه الوصف لهذا اللقاء باداره رئيس المجلس السياسي لجماعه الحوثي الانقلابيه ومشاركه حكومه الانقلاب وما تبقى من برلمانيين رهائن لديهم فالمنشغلون بالتحشيد للحرب هنا يظهرون منسجمين في اداء الدور بعد مقتل صالح وابتلاع ما تبقى من حزبه. في <applause> القوات المسلحه في اللجان الشعبيه ففي قاعه محكمه الاغلاق يجري ايضا تدارس شؤون ما تبقى من مؤسسه عسكريه منهوبه وهشه في عاصمه اصلا باتت مغلقه او منغلقه على نفسها وعلى من فيها. ولا يشير أحدهم إلى اعتقال وتعذيب المئات من أتباع حزب المؤتمر مثلا وإخفاء ضباط وقادة عسكريين بينما يدير رفاقهم الاجتماعات تحت راية جماعة الحوثي التي تلقنهم أسوأ الدروس أليس من توقف لهذه المكابرة الخاسرة حتى وهم لا يحسنون التصرف بل سيشعرون بوجع لكنه بالطبع ليس وجع الضمير إن الآن عاد إحنا حسينا سينضم هؤلاء إلى جماعة الحوث الإنقلابية ويخلصون للعمل تحت إمرتهم ويأتمرون بمشيئتهم هذه ببساطة النسخة المؤتمرية المهجنة حوثيا وهؤلاء هم الأكثر استعدادا للعمل مع أي طرف سيبسط نفوذه على أرض وإن كانوا لا يقوون على الوقوف عليها وقائع لا يبررها هذا التعنت في ازهاق المزيد من ارواح الشباب والاطفال والدفع بهم الى محرقه الحرب التي لم تشبع من دماء اليمنيين خلال ثلاث سنوات من المعارك ولا يزالون يقرعون طبولها كل حين